دي مين اللي بيندع عايز يلعب؟ والله يا اخوان عايز والله اخر كيك والله شفت النادي المطار بصراحة. رب النوايات هذه تموت بدون امين 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 امين. ويلكم يا بيبي، ويلكم سما حمدان. سما حمدان ممكن تغني حبيبي مش رومانسي بقى؟ حبيبي مش رومانسي. ايوه وانت بتقول كده ليه؟ سما حمدان بتغني ده انا ما بكلمش بنات خالص. خالص ما بتكلمش بنات خالص بقى. انا بيت مزيد. انت داخل البرنامج ليه؟ انت داخل البرنامج ليه؟ ليش كل داخل البرنامج جاي يضبط يعني؟ لا مش عايز يضبط بقى، بس هو داخل هيتكلم. طبيعي هيسمع بنات يعني. بنات وهيسمع بنات و... انا لما بسمع صوت بيت بسد وداني، مش عايز اسمع كده، بقول عيب. ربنا كذاب بقى، انت من اليوم بتسمعني ما سديتش. عيب عيب. يا ربي يا ربي ما تاخدش عليها، يا ربي ما تاخدش بكلامها يا رب. يا شو اسمه ده؟ يا بنون انا شرحت لك هلا كل شيء في الخاص. اي اي بابا اي اوكي اوكي. بيقول لك انا عايز اقول لكم نكته بس والله ما تضحكوا مره تزعل معاكم. بيقول لك كان في بيقول لك كان في حمار وكان في نمله ماشي، اتحبسوا بقى في غرفه والباب ومفتاح الباب بقى فين؟ كان مش قصاد الباب، كان بره كده بعيد شويه. تمام حلوين حلوين. كمل. مين اللي بيقدر يجيب المفتاح الغرفة بقى، الحمار ولا النملة؟ مين؟ والله انت واحد يقول عندكم نكتة. انت كان خلّم يا زب تكمل، مش بغيت انت ايد ايد يا هو انت ما استوعبت. اصبر لك جالس اكتب. انت دقيقة، هذه المصرية شكلها فاهمة النكتة عشان كذا ما ردت. خطيرة ترى، أعرف أنا الخطيرين. بص يا أبو نصرة ما أدري إيش اسمك أنت، يقول لك في حمار وفي نملة انحبسوا في غرفة تمام، والباب كان مرة مقفل.